السلام عليكم. قبل ما أبدأ بشرح هذه المحاضرة، أحب أنوه أنه بصندوق الوصف راح تلقون المحاضرات القطع والقصص، القطع الاستيعابية والقصص الستوري تايم الموجودة بكتابكم الصف الثالث المتوسط، موجودة كلها بتسلسل. فإذا تكمل من هذه المحاضرة بإمكانك تروح لصندوق الوصف وتختار أي فيديو للقطع، راح أجمعها كلها بقائمة واحدة. ايضا ممكن تدخل لقوائم التشغيل وتختار قطع او قصص الثالث المتوسط، راح اسميها بهذا الاسم، وتكون كلها في مكان واحد. بامكانك تستفاد من هذه الخاصيه. يعني اذا انت بهذا الفيديو لاول مره ممكن راح تسال وين البقيه، موجودات بصندوق الوصف. يونت 7 لسن 7 ذا ايشين جيمز، اليونت السابع، الدرس السابع، الالعاب الاسيويه، موجود بصفحه 7272 كتاب الطالب الملون. موجود بالبداية أسئلة، هذه هي نفس الأسئلة اللي موجودة بالنموذج الوزاري. كم مرة تقام الألعاب الآسيوية، يعني كل كم سنة يقصد. When did they begin، أين بدأت هذه الألعاب. Whose idea was it to hold the games، فكرة من كانت إقامة الألعاب. Where were the first games held، أين أقيمت أول ألعاب. Where and when were the last games held، أين ومتى قيمة آخر ألعاب آسيوية. Has Iraq won any medals in the games، هل فاز العراق بأي ميداليات في الألعاب. صفحتين موجودة هذه الألعاب الآسيوية بالكتاب. The Asian Games are held every 4 years، الألعاب الآسيوية تقام كل 4 سنوات. إذن هذا أول سؤال نقدر نجاوبه هسه، انه held يقام، تقام. فالالعاب الاسيويه تقام كل 4 سنوات. young people from all over asia، شباب من كل انحاء اسيا. compete in more than 30 kinds of sports، يتنافسون في اكثر من 30 نوع من الالعاب. it is an exciting festival، انه مهرجان مثير. strength and skill، القوة والمهارة. are tested، يتم اختبارها. and friendships، والعلاقات الصداقة. are built، تبنى. between people from different countries، بين الناس من مختلف البلدان. the games are also an opportunity، الألعاب هي فرصة، فرصة opportunity أو تنقري opportunity، هي فرصة for cultural exchange، للتبادل الثقافي. because the program includes، لأن برنامج الدورة يتضمن. musical performances، فعاليات موسيقية. and exhibitions، معارض. of architecture and art، and the arts، للمعمار والفنون. history of the games، تاريخ الألعاب. The Asian Games were started after the end of the Second World War. الألعاب الآسيوية بدأت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. The idea was to build international friendship through sport، بناء علاقات دولية من خلال الرياضة. This idea came from India، هذه الفكرة جاءت من الهند. ركزوا يعني. So the first games were held in the Indian capital New Delhi in 1951. إذن أول ألعاب آسيوية أقيمت، وين أقيمت؟ في العاصمة الهندية. فإحنا راح نقول يعني إذا سألوني أين أقيمت أول ألعاب آسيوية، في الهند، in India. فأقيمت العاصمة الهندية New Delhi عام 1951. In that year، في هذه السنة، 489 athletes، 489 رياضي from 11 countries، من 11 بلد، took part، ساهموا وشاركوا in the games، في الألعاب. since then، ومنذ ذلك الحين، the number has grown، العدد بدأ يزداد، ازداد العدد. and now more than 40 countries، وهسه أكثر من 40 بلد compete in the games، يتنافسون في الألعاب. the OCA، The Asian Games are organized، تنظم الألعاب الآسيوية by the OCA. الـ OCA هذه، these letters stand for، هذه الحروف ترمز إلى Olympic Council of Asia، إذن المجلس الاستشاري أو الأولمبي لآسيا.
45 countries and regions 45 بلد وإقليم are members of the OCA هم أعضاء في هذا المجلس and most of them have won medals at the games ومعظم هاي البلدان فازت بميداليات في الألعاب where they have been held أين أقيمت هذه الألعاب لحد الآن most recently the Asian Games have been held in Doha قطر 2006 Guangzhou China 2010 Incheon South Korea 2014 أقيمت هاي الألعاب آخر ألعاب يعني أقيمت عام 2006 و2010 و2014 بالدوحة بقطر في الصين غونزاهو وإنشوين إنشيون ما أعرف يعني هذا الكوري بعد بجنوب أفريقيا عام 2014 Iraq's record in the games أرقام العراق في الألعاب الآسيوية An Iraqi team has attended the Asian Games 7 times since 1974 الفريق العراقي يعني اللي يشاركون دائما بالألعاب الآسيوية حضروا لحد الآن 7 مرات منذ عام 1974 سنة ميلادي Up to 2014 لحد 2014 Iraq has won 6 gold medals فاز بست ميداليات ذهبية 15 silver medals 15 فضية and 23 bronze medals و 23 ميدالية برونزية which is unusually good واللي يعتبر جيد بشكل غير اعتيادي for a country in difficult situation ببلد في دائما مواقف صعبة بحروب وإلى آخره An extraordinary Iraqi competitor was Ali Adnan Amer تنافس باهر بارع هو علي عدنان عامر هو at just 10 years old اللي كان بعمر 10 سنوات competed in men's 200 meter individual medley heat at the Asian Games in Doha Qatar on 6 December 2006 اللي تنافس في سباقات 200 متر للرجال فردي في الألعاب الآسيوية في الدوحة قطر يوم 6/12/2006 شوف الأسئلة اللي عندنا What was the idea behind the Asian Games ما هي كانت الفكرة اللي أنشأت الألعاب الآسيوية To build international friendship through sport بناء علاقات دولية من خلال الرياضة How often do games take place كم مرة تقام الألعاب الآسيوية Every 4 years كل 4 سنوات When did the Asian Games begin متى بدأت الألعاب الآسيوية عام 1951 Whose idea was it to hold the games فكرة من إقامة المنافسات والألعاب الهند Where were the first Asian Games held أين أقيمت أول ألعاب آسيوية in India Where and when were the last games held أين أقيمت آخر ألعاب آسيوية ومتى in 2014 عام 2014 has Iraq won any medals in the games هل فاز العراق بأي ميداليات في الألعاب yes Iraq has أو it has نعم فاز العراق نشوف النماذج الوزارية where were the first Asian games held أين أقيمت أول ألعاب آسيوية in India where were the first Asian games held أين أقيمت أول ألعاب آسيوية في الهند how often do the Asian games take place كم مرة تقام الألعاب الآسيوية every 4 years كل 4 سنوات Where were the first Asian Games held أين أقيمت أول ألعاب آسيوية in India How often are the Asian Games held كل كم مرة تقام الألعاب الآسيوية every 4 years Has Iraq won any medals in the Asian Games Yes it has هل فاز العراق بأي ميداليات في الألعاب نعم The first Asian Games were held in India The first Asian Games were held in هنا قايل لي كمل فاحنا راح نكمل نكتب انديا انتهت قطعة الألعاب الآسيوية اتمنى هذا الشرح البسيط استفاديته من عنده شكرا للجميع